الأول من سنة 2024. لو شيف ضيفنا في المباشر أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية الأستاذ رضا شكونديلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ أهلا وسهلا، مرحبا وشكرا على الاستضافة. سافا، مرحبا بك، شنو احوالك معنا في المباشره؟ اهلا وسهلا، شكرا ليك. انا قاعده نسق معاكم مع سي طارق في الاستوديو على الكرسي. مرحبا بك، نورتنا سي رضا. عايشك بارك الله فيك، منور بيكم. شكرا، يفضلك، اهلا وسهلا. الدين الداخلي لتونس سجل موفى السداسي الاول من سنه 2024 ارتفاع بمعدل سنوي يناهز 24.9% مقابل 20.5% خلال نفس الفتره من العام الماضي. كان منتظر هذا الارتفاع استاذ رضا شكونديلي بعد لجوء تونس الى التدين الداخلي خاصه من البنوك اللي حكينا فيه اكثر من مره؟ شوف، هو راهو الارقام هذه اللي انت قاعد تذكر فيها ارقام ما عندهاش معنى، لانه نقول احنا ارتفاع يعني مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه، يعني 6 اشهر نتاع 2023. احنا باش نشوفوا، خاطر احنا توا في 6 اشهر الاولى لسنه 2024 عملنا فائض بخبر 488.7 مليون دينار، وهي في الحقيقه ما عندها حتى معنى حتى هي، لأنه المالية العمومية لا تحتسب بشهر أو بشهرين أو حتى بتسعة أو عشر أشهر. المالية العمومية تحتسب بسنة كاملة. احنا مازال ما كملناش. علاش تحتسب بسنة كاملة؟ لأنه احنا عندنا نفقات مازالت ما تعملتش، وعندنا موارد كذلك مازال ما تمكناش باش نتحصلوا عليها. نعطي مثلا في مثال على مستوى 6 أشهر لسنة 2024، مثلا من عام بالنسبة للموارد يتاوت عبور الغاز، احنا تمكننا من تحصيل إلا 13% فقط في 6 أشهر الأولى لهذه السنة. على مستوى الاقتراض، موارد الاقتراض الخارجي، احنا ما تمكننا كان من تحصيل 6.7% فقط من ما هو كان مما هو مبرمج في ميزانية الدولة لسنة 2024. على مستوى النفقات اللي فيهم الدعم، احنا رانا خلصنا على مستوى المصاريف هذوما، على مستوى التدخلات خلصنا كانش 25.7%. على مستوى التنمية احنا عملنا كانش 34.8%. بالتالي مازال ما تكملتش في المصاريف احنا يلزمنا نعملوها وما تعملتش. وفما موارد احنا من المفروض شنو تحصلوا عليها؟ لتو ما تحصلناش عليها. موارد داخليه ولا خارجيه؟ موارد داخليه ولا خارجيه؟ نعطيك اكثر من هكا. احنا في كي نشوفوا مع مناول، مثلا مع مناول عملنا فايض في ال 6 اشهر الاولى لسنه 2023 26.3 مليون مليون دينار. وفي الاخر العام عملنا عجز ب 11 مليار. مليار دينار، ب 11 مليار دينار. معناتها تنجم المعطيات الكلها تتقلب في السداسي الثاني. ما عندها حتى معنى تحليل المؤشرات نتاع الميزانيه في ظرف بعض اشهر، ما عنده حتى معنى، واعتقد انه من الخطا ان ينطلق المحللون أو الصحف أو من ومن على الإعلان على بعض المؤشرات اللي هي موجودة في المالية، كان سلبية ولا إيجابية معناتها؟ نعم، فقط فما حاجة تلفت الانتباه، هو أنه هناك تحول كبير برشا على مستوى تسديد الديون الداخلية والخارجية. احنا تقريبا او على مستوى الموارد الاقتراض، الموارد الاقتراض الداخليه والخارجيه، احنا كي نشوفوا احنا الموارد الاقتراض نتاعنا الداخليه المبرمج في ميزانيه الدوله لسنه 2024 هو 11.7 مليار دينار. احنا توا وصلنا ل 11.2، يعني تقريبا استوفينا 95% من ما هو مبرمج في ميزانية الدولة لسنة 2024 حتى موافى جوان 2024. ولكن بالنسبة للاقتراض الخارجي مبرمج 16.4، احنا حصلنا في نهاية جوان 2024
فقط 1.1 من 16.4. وكأنه فما نية بطبيعة الحال، مش نية، هي موجودة على مستوى 7000 مليار اللي احنا خذيناهم من البنك المركزي، وتحويل جزء من موارد الاقتراض الخارجي إلى موارد الاقتراض الداخلي. هذا عنده تداعيات؟ هذه عندها تداعيات. تداعيات إذا كان الأموال هذه تمشي إلى تمويل نفقات الدولة الاستهلاكية، فهذا يعطي بطبيعة الحال تضخم مالي في حدود بعد 9 أشهر أو سنة. يعني ننتظره في العام الجاي بعد سنة أو بعد 9 أشهر ارتفاع على مستوى التضخم المالي. أما إذا كان هذه الأموال توجه إلى تمويل نفقات التنمية، طور نفقات التنمية إلى حدود جوان 2024 ما عملنا كانش 34.8% من المبلغ المرصود، وبالتالي أنا أشوف قاعدة الموارد الاقتراض الداخلي قاعدة تمول نفقات الاستهلاكية نتاع الدولة، وهذه لها عندها تداعيات إن شاء الله ما تكونش كل، خاطر احنا استعملنا من 7000 مليار استعملنا 3 باش نخلصوا أكل 850 مليون يورو تاع الروبوت، ولكن ما يقولوا كونه 4000 هذوما اللي فضلوا ربما يمشيوا إلى تجديد الأسطول تاع شركة فوسفات قفصة، وكذلك يعني استبدال المعدات القديمة. هذا مش تكون عنده تداعيات جيدة جيدة وجيدة جدا، يكون فما استثمار فما نمو معناته. لكن يلزمنا نكون هون نمشيو للأصل الواحد. احنا توا اللي كان نرفعوا هالشعار هذا، احنا قاعدين نخلصوا في ديوننا الداخلية والخارجية، ولو أنه الداخلية مازال عندنا تقريبا احنا خلصنا 40% الداخلية فقط، مازال عندنا التزامات أخرى. حتى الخارجية، الخارجية إلى حدود جوان 2024 في حدود 50%، ولكن ده وصلت حتى إلى 83% في أوت حسب المؤشرات تاع البنك المركزي. جيد جدا أنك تخلص الديون نتاعك أنت، وجيد جدا أنك تعمل توازنات وعندك أنت عجز تجاري قاعده تحسن. هذه المؤشرات هذوما شكون اللي يهمه؟ يهمه المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي. التوانسة كي تقول احنا قاعدين نخلصوا في ديوننا واحنا قاعدين نعملوا في عجز، في أقل عجز تجاري وكذا، يقول لك ما يهمنيش أنا. أنا اللي يهمني غدوة صغار يا أخي وخدمة، وكي نمشي للجراند سيرفاس نقضي وشهرية تكفيني. وبالتالي المؤشرات بتاع الاقتصاد الحقيقي، أورش قاعدين نعملوا احنا؟ قاعدين ماشيين في سياسة تفضيل تسديد الديون الخارجية على حساب توريد ما يلزم للاقتصاد التونسي من مواد أولية، من مواد أساسية وأدوية وما شابه ذلك. هذيك مش مشكلة التونسي نجمو يصبروا شوية، ولكن اللي اختر وانو قاعدين نتقشفوا على توريد المواد الأولية ونصف المصنعة، وهذه اللي اعطتنا في مع من أول ركود اقتصادي 0.4% وقت احنا قدرنا 1.8%، وخسرنا مع من أول 2 مليار دينار من الموارد الغذائية خاطر نسبة النمو طاحت، وتلزينا في الأعداد ميزانية الدولة لسنة 2024 باش نزيدوا في حصة الاقتراض الخارجي وما تمكناش باش نعملوا تعبئة. في النصف الأول من هذه السنة عملنا 0.6% نسبة النمو، يعني ثم تواصل على مستوى الركود والانكماش الاقتصادي المتأدي. تحكي على المواد الأولية والنصف المصنعة، هي اللي تخلي الشركات والمؤسسات تخدم. انت اقتصاد مرتبط بالخارج على مستوى الانتاج، ما تنجم تنتج إذا ما تجيبهم هذوما، وكما تجيبهمش ما تنجمش تنتج، وبالتالي قاعد الانتاج قاعد يتراجع، يعني النمو الاقتصادي قاعد يتراجع. هذا يعطينا تراجع على مستوى الموارد الغذائية، وبالتالي اوبليجي باش الدولة في الأعداد الميزانية نتاعها نتاع 2025 باش تزيد في الحصة نتاع الاقتراض الخارجي، وقت هي عندها صعوبات على مستوى التعبئة. معناها يلزم يفو فير تريز اتونسيون على مستوى السياسة هذيلا، راهو ما تنجم تتقشف في كل شيء إلا على مستوى توريد المواد الأولية ونصف المصنعة اللي تخلق لك نمو.
تخلق لك الثروة وتخلق لك النمو الاقتصادي وتخدم لك التوانسة وتسهم لك في الانخفاض تاع التضخم المالي، لأنه وقت اللي عندك أنت نمو وعندك إنتاج وعندك وفرة على مستوى السوق تاع السلع والخدمات الأسعار باش تنخفض. شنو هي المواد الأولية والنصف المصنعة تقريبا يعني في أي مجالات اليوم اللي عندنا مشكلة فيها في بلادنا على مستوى التوريد؟ يعني أصحاب المؤسسات هذوما يتشكاو من المشكل هذا يا سريضة. عام يعني كل ما يلزم بالصناعة التونسية، احنا نشوفوا قاعدة الصناعة المعملية، الأرقام طال معهد الوطني للإحصاء على مستوى الثلاثي الثاني في هذه السنة قاعدين نشوفوا في أرقام سلبة، معنا كلها تقريبا كل الصناعات النسيج والملابس والجلد وقتي هو قاعد مشى في نسق معناه نتاع تحسن ومن بعد بدا يسجل حتى هو في نسب نمو معناها سالبه. في الحقيقه معناها تقريبا كل الصناعات المعمليه هي قاعده، وحتى الغير المعمليه، ولكن الغير المعمليه هي مسؤوليه الدوله على مستوى الرؤيه والاستراتيجيه، ومنها الفوسفات اللي قاعد يتراجع، ومنه الاستخراج الغاز والنفطي هو قاعد يتراجع، هذا حاجة أخرى موضوع آخر. ولكن على مستوى القطاع الخاص مع الصناعة المعملية كلها تقريبا قاعدة تسجل في نسب نمو ضعيفة، وهذا ناتج أساسا من عدم توفر المواد الأولية ونصف المصنعة اللازمة للإنتاج. واضح.